أبو محمد يسأل عن التسليم على اليمين وعن الشمال في الصلاة، يقول هل لازم أتوقف في النص؟ الجواب لا، مو بلازم، سلم عن يمينك وتسلم عن يسارك بكل هدوء. يعني للأسف الشديد أشوف أنا بعض الناس عندهم تشدد في قضية السلام، يعني بعض الناس الآن يحرك رأسه السلام عليكم ورحمة الله، ثم يأتي ويحرك رأسه في النص ثم يسلم. من وين جبتوا هذه الحركة؟ يعني هل قضية والله أنت قاعد تفصل بين السلامين مثلا؟ ما في داعي. وبعض الناس الآن يمط السلام مط عجيب جدا، والسلام على الحذف وليس على التمطيط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيل غلط. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد.